حابة أسألك السؤال بطريقة تانية عشان ما تستغربش، بتفرح ولا بتزعل لما بتقلك إن أنت شبه محمود ياسين؟ لا شيء ما بيزعلنيش، بس أنا هم ما قالوش إن أنا شبه أستاذ محمود ياسين، هم قالوا إن شخصية مجدي في ليالينا 80 شبه أستاذ محمود ياسين، بس ما شيء ما يزعلني. أنت بالفعل فيك من أداء أستاذ محمود ياسين؟ لا دي وجهة نظرك، يعني مثلا في أيوب كان أستاذ محمود بيقال دي زي الأداء التمثيلي، أنت ككاركتر ما عرفش بقى. لا أنا غير كده تماما، يعني ما يغركيش وقفة الكاميرا، لا ده أنا هبش خالص أو ربي لك ايه بقى، لا البدله وبقى واحد تاني، والله ما بهزر، انا ما عامل متماسك وفنان الديسنت وبتاع، لك انا مش كده. اه والله انا عارفه ان انت مش خالص بهزر، نعمل معهد انا عارفه، ربنا يخليك.